دائما معنا الخبير الأمني والاستراتيجي الفريق حنفي عبد الله للتعليق طبعا على هذا الحدث الذي وصف بالتاريخي. سيد حنفي عبد الله، كانت هناك تصريح لميني أركوميناوي تحدث فيه أو دعا فيه الحكومة الانتقالية لمراعاة ما وصفه بحقوق الجماهير وأعضاء في النظام السابق ما لم يكونوا قد ارتكبوا جرائم ولن يكونوا من الصف الأول والثاني. كيف يبدو لك تجسيد هذا الأمر على أرض الواقع في هذه المرحلة؟ نعم، يعني هو طبعا المسألة دي متعلقة بمعاملة طبعا كل هذه يعني واحدة من ديدن الأنظمة السياسية التي تلتها أنظمة أخرى عملية التشفي من كل المشاركات الذين شاركوا في الأنظمة السابقة. أعتقد هو نداء هو يتعلق بأنه هذه يعني المشاركات التي تمت عبر النظام السابق لا يطلب أنه لا يكون هناك تشفي تجاه هذه الشخصيات، وبالتالي إعمال القانون بدون يعني أن يكون هناك حملات موجهة ضد أشخاص من أجل الانتقام ومن أجل مصالح شخصية وما إلى ذلك. يعني هذه المسألة يعني واضحة جدا ومطلوبة، لأنه يعني مشاركة هؤلاء سواء كانت من الشخصيات حزبية أو شخصيات خبيرة أو حتى من الحركات التي وقعت اتفاقات السلام في السابق، يعني ينبغي أن لا ينظر إليها بمشاركتهم بأن هذه خرقا للقانون وما إلى ذلك، ولكن هذا يترك المجال مفتوحا لمحاسبة كل من يعني أجرم في حق هذا الشعب أو أجرم في حق الدولة، أخذ حقا غير مستحق أو عمل في عمليات الفساد وما إلى ذلك، أن يترك الأمر إلى القانون. وبالتالي يعني هذه العملية هي واحدة من روابط ومطلوبات إعادة ربط النسيج الاجتماعي في السودان. نعم، يعني هناك كثير من المرارات يعني لهؤلاء، ولكن القضاء السوداني المعروف بالنزاهة والحكمة هي ساحة من الساحات التي ينبغي الاتجاه إليها بدلا من المعادلة السياسية أو توظيف المعادلة السياسية في أخذ هذه الحقوق. ولذلك يعني كانت هذا نداؤه في هذه المسألة. المسألة الأخرى متعلقة بمسائل من حصلوا على امتيازات وما إلى ذلك بطرق غير قانونية، هذه ينبغي أن يتجه إليها القضاء بصورة قانونية عبر القضاء وعبر ساحات القضاء، بعيدا عن التشفي، بعيدا عن الظلم.